السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا بإذن الله 3 برامج. البرنامج الأول على الحالة الثالثة من حالات F. عندنا برنامج بالشكل ده كده، واجهته الرسومية بيكون عبارة عن جروب بوكس فيه أكسجين وصوديوم ومغنيسيوم وألمونيوم، ودول عبارة عن 4 راديو باتون، وفي الجنب الثاني ليبل بحيث أن المستخدم لما يضغط على الأكسجين يتعرض لنا الرمز بتاعه وعدده الذري وعدده الكمي. طبعا كل أداة تحكم مكتوب هنا، مثلا ليبول 4 وليبول 5 وليبول 6، وهنا طبعا راديو بطن 1 2 3 4، وهنا بطن 1 اسمه زر عرض. طبعا البرنامج ده ليه طرق كتيرة ممكن يتعمل بيها، بس أبسط طريقة بالنسبة لنا إن المستخدم لما يضغط كليك على زر عرض ينفذ لي الكود ده. يا ترى الكود ده بيعمل إيه؟ هيقول لك الكود ده لو كان الراديو بطن هو اللي تشيكد ترو، ما احنا عارفين الراديو بطن طالما دول 4 يبقى اللي تشيكد ترو لواحدة بس هي اللي متأكتفة، والتلاتة بيكونوا فولس. فبقول له لو كانت الراديو باتون اللي تشيكد بتاع ترو اللي هي الأولى راديو باتون 1، اعمل ايه؟ اظهر لي في الليبل 4 و5 و6 المعلومات دي. طيب إذا ده حصل وكانت دي تشيكد ترو يبقى التلاتة دول تشيكد فولس. طيب لو جه المستخدم ضغط هنا في الصوديوم هقول له إلس إف. طيب لو كان بقى الشرط الأول لم يتحقق هيتجاهل الشرط الأول وملحقاته ويدخل على الشرط الثاني، فيقول ان الراديو باتون 2 هي اللي تشيكد ترو. يبقى معنى ذلك ان الباقيين كلهم مش معلمين، مش تشيكد. هيعمل ايه؟ يظهر لي بيانات الصوديوم هنا. طيب ولو الشرط الثاني ما اتحققش هيتجاهله وينزل على الشرط الثالث ثم الشرط الرابع، اللي هو بيقول لك ان لو كان برضو معلم رقم 4 الالومنيوم اعرض لي البيانات في ليبول 4 و5 و6. اذا كان ولا شرط من الشروط دي متعلم هيقول لك ايه؟ من فضلك اختار عنصر من العناصر. تعالى كده نشوف التجريب العملي لهذا البرنامج مع بعض كده، ونشوف الكلام ده بيتطبق ازاي داخل المترجم بتاع الفيجوال بيزك. ادي دي الواجهه الرسوميه، زر عرض لما افتحه ده الاقي فيه قاعده اف ايلز اف ايلز اف ايلز اف وايلز. تعالى كده نعمل رن للبرنامج. اول ما بعمل رن للبرنامج لو جيت ضغطت على عرض على طول كنت انا معلم الالومنيوم فعرض لي هنا ايه؟ فبالفعل ان إلس إف الأخيرة إن الراديو باتون 4 كانت شيكد وبالتالي ترو، وبالتالي قال إن الألمونيوم رمزه كذا وعدده الذري كذا وبيكون العدد الكمي بتاعه كذا. طيب لو الشرط الأول اللي اتحقق وقلت له عرض هيروح جاي على طول محقق أول شرط، فهيلاقي إن الراديو باتون 1 هي اللي تشيكد، فيقول لي إن الرمز بتاع الأكسجين O وعدده الذري وعدده الكمي. ده البرنامج الأول بالنسبة لنا. بالنسبة بقى للبرنامج التاني عندنا النهاردة هو النشاط الثاني على جملة Select Case. عندنا برنامجين، البرنامجين دول مكتوبين قدامك بقاعدة F وموجود الواجهة البرمجية الرسومية بتاعتهم. المطلوب منك ان الكود اللي مكتوب بجملة F تحوله انت لSelect Case، لان من المعروف ان جملة F وSelect Case يتشاركان في اداء نفس المهام وبيشتغلوا بنفس الطريقة. الواجهة الرسومية الاولى ده ليبل، وهنا في كامبو بوكس في مجموعة من العناصر الايتمز، وفي هنا تكست بوكس. لما المستخدم يختار المتغيرات يظهر لي في التكست بوكس شرح لهذه المتغيرات، لما المستخدم يضغط على المتغيرات الرقمية الصحيحة يظهر لي في التكست بوكس الشرح بتاعها. تعال كده نشوف الواجهة الرسومية الخاصة بالبرنامج. ادي دي الواجهة الرسومية الخاصة بالبرنامج. قدامنا طبعا ده ليبل، لو جبنا كده صندوق الخصائص ده ليبل 1، ده كامبو بوكس 1، وده تكست بوكس 1. العناصر الموجودة في الكامبو بوكس لو قلت له edit items هي المتغيرات والمتغيرات الرقمية والمتغيرات الرقمية العشرية والمتغيرات النصية ومتغيرات أخرى في الفيجوال بيزك. احنا عارفين ان في خاصية اسمها الindex، الitem index اللي هو الدليل بتاع العنصر. الدليل بتاع اول عنصر دايما بيبقى 0 والتاني بيبقى 1 والتالت 2 3 4، والعناصر دي بتبقى موجودة بعد كده. هنبرمج البرنامج ازاي بقاعدة F؟ بالتأكيد هنكتب هذا الكود داخل الكامبو بوكس نفسها، والكامبو بوكس نفسها ليها حدث اسمه Selected Index Changed، عندما يتغير الدليل اللي المستخدم مختاره. بمعنى أن أنا لو اخترت الدليل الأول ينفذ لي حاجة معينة، الدليل الثاني ينفذ حاجة معينة. يبقى احنا هنا بنتعامل مع العناصر من خلال الدليل بتاعها، وهنحط على طول قاعدة F بالنسبة لنا. بقول له والله لو المستخدم، تعالى كده ننزل على البرنامج ده كده مع بعض، خلاص انا مش محتاج الملف ده اقفله. بقول والله لو المستخدم ضغط على الكامبو بوكس 1 واختار الاندكس 0 يبقى معناها ان هو اختار المتغيرات
اظهر لي تعريف المتغيرات في التكست بوكس. خلي التكست بوكس 1 دوت تكست بتساوي تعريف الايه المتغيرات. طيب لو الشرط ده ما اتنفذش هيروح متجاهله وينزل على الشرط الثاني else if. ان الكامبو بوكس 1 المستخدم كان اختار الدليل الاول يبقى معنى ذلك انه اختار المتغيرات الرقميه صحيحه. اظهر لي في تكست بوكس 1 تعريف المتغيرات الرقميه الصحيحه وانواعها. طيب لو الشرط الاول ما تحققش والشرط الثاني ما تحققش يبقى معناه ان المستخدم ما اختارش اندكس 0 ولا اندكس 1، يبقى المستخدم اختار اندكس 2. طب في اندكس 2 هيظهر لي على طول لما الاندكس يكون 2 هيظهر لي تعريف العنصر الثالث والرابع. طب لو المستخدم ما اختارش ولا عنصر من العناصر دي يبقى معناها انه ما اختارش الاندكس 1 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، يبقى معناها ان المستخدم اختار بقى 5 او اي اندكس تاني. في الحالة دي هيظهر له رسالة يقول له يرجى اختيار احد المصطلحات. تعالى كده نجرب البرنامج مع بعض. شغلت البرنامج، هنا انا مختار اي اندكس في الاندكسات؟ لا. طيب لما افتح القائمة واختار اول اندكس يبقى يتحقق لي الشرط بتاع اف combo box 1.selected_index بيساوي 0 اهو. على طول اتحقق الشرط الاول وبالتالي ظهر لي تعريف المتغير يعني ايه. طيب اذا المستخدم اختار اندكس 1 يبقى هيبقى الاندكس 1 هو اللي متحقق دلوقتي، هيظهر لي المتغيرات الرقميه الصحيحه وفي التكست بوكس 1 على طول هيظهر لي تعريفها وانواعها. المستخدم اختار تكست الاندكس 4 ايتم اندكس 4 على طول اتحقق لي الشرط اللي هو رقم 5 لان احنا طبعا بادئين من 0 فهننتهي عند 4 وهو ده الشرط الخامس، ان لو مختار الاندكس رقم 4 يبقى على طول هو مختار المتغيرات الاخرى فبنقول اللي هي البوليان والديت والفاريانت والكرنسي. طب جه المستخدم اختار من الكامبو بوكس اي عنصر تاني هيتحقق الشرط الاخير ويقول له ولا شرط اسف هيتحقق فينفذ اللي بعد else ويقول له يرجى اختيار احد المصطلحات. اهو بيقول لي يرجى اختيار احد المصطلحات. رجع المستخدم على طول راح جاي مستخدم اول عنصر زي كده. ايه اللي هيحصل لما يستخدم لما يختار المستخدم اول اندكس؟ على طول بيعرضوا لي في التكست بوكس، وهكذا بالنسبه لبقيه المتغيرات وبقيه العناصر الموجوده داخل الكامبو بوكس الخاصه بينا. طب لو عايزين نكتب نفس البرنامج ونفس الكود بالضبط باستخدام سيلكت كيس، بسيطه جدا. احنا بنستخدم هنا ايه؟ بنستخدم السيلكتد اندكس بتاع الكامبو بوكس. كويس جدا. يبقى اول حاجه هقولها للبرنامج لو سمحت شيل اف وحط مكانها سيلكت كيس. اول حاجه قلت له سيلكت كيس. سيلكت كيس لمين؟ الكامبو بوكس 1 دوت سيلكتد اندكس، يعني اختبر العنصر المختار في الكامبو بوكس، شوف اندكسه كام واديه لسيلكت كيس. طب نفهم دي برضو تاني. هو انا لما اكتب هنا انا هاخد الكود ده كوبي وبيست على طول عشان ايه نشر عليه البرنامج. اختار سيلكت كيس اهو وهدخل داخل البرنامج بتاعي وهقول له لاسك. تعالى كده لو جينا وقفنا هنا على الكامبو بوكس قال لك ايه؟ قال لك والله ده الكامبو بوكس ده اس سيستم ويندو، يعني ده عنصر من العناصر الخاصه بالنظام وهيديني قيمه انتجر، لان الاندكس ده بتاع سيلكتد اندكس ده بيكون يا اما يكون 0 يا 1 يا 2، وبالتالي هيديني قيمه ايه سيلكتد اندكس؟ هيديني ايه؟ بص كده عند الماوس بيقول لي بابليك اوفريت كذا 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 از انتجر. يبقى معناتها ان اللي هيرجع من السيلكتد اندكس ومن الكامبو بوكس لجمله سيلكت كيس هيكون رقم انتجر صحيح، وبالتالي لما انا اقول له سيلكت كيس يعني اختبر هذه القيمه الانتجر. طب القيمه الانتجر دي بتكون ايه؟ يا اما تكون صفر يا اما تكون واحد يا اتنين يا تلاته يا اربعه. طب لو كانت صفر يبقى معناها ان المستخدم اختار اول عنصر. طب لو كانت بواحد يعني معناها ان المستخدم اختار تاني عنصر. لو كانت باربعه يبقى معناها ان المستخدم اختار خامس عنصر ويتحقق الشرط رقم خمسه. طب ما كانتش بولا واحد يبقى كيس إلس ويجيب لك رساله تقول لك يرجى اختيار احد المصطلحات. يبقى ايه كل الفكره ان انت بتقول له سيلكت الكيس. الكيس لمين بقى؟ للرقم الانتجر. طب الرقم الانتجر ده كتب صراحه؟ لا، بقول له اللي هيرجع لي من خاصيه السيلكت اندكس بيكون رقم انتجر يا سيلكت كيس اختبريه، وهو يكون 0 يا 1 يا 2 يا 3 يا 4. اذا طلع واحده من دول نفذ الكيس بتاعته، واذا لم تكن نفذ اللي موجود بعد كيس إلس. وبالتالي بنقدر نكتب هذا البرنامج باستخدام قاعده اف
if else وباستخدام select case لانهم بيقوموا بنفس الوظيفة. البرنامج التاني برنامج بسيط جدا، استخدمت فيه list box هنا وهنا برضو label والباقي كله ايه label. برضو هنعتمد على select index اللي هو لما بختار اي عنصر في الكم بوكس او بختاره في الليست بوكس بيديني selected index بيبدأ من زيرو، فلما اختار المكعب يبقى select index بتاع كام؟ زيرو. لما اختار متوازي المستطيلات يبقى اخترت 1، select index بتاع رقم 3 الهرم الثلاثي يبقى رقم 2، والصوانة اخر واحدة 4 يبقى select index بتاع 3. هنا هعمل طريقة جديدة شوية او تجديد، ان انا اختار selected index ده هخزنه في متغير صحيح نوعه بايت، عظيم جدا. فبقول له ان الاكس قيمتها كمتغير بايت بياخد القيمه الراجعه منين؟ من السيلكت اندكس دوت الليست بوكس 1 دوت سيلكتد اندكس. ليه؟ لان اللي بيرجع قلنا لك من السيلكت اندكس من شويه بيكون رقم صحيح يا 0 يا 1 يا 2 يا 3 وهكذا. وبالتالي لو جينا نجرب كده البرنامج مع بعض اهو، قلت له سيلكت كيس البرنامج رقم 2 ونقفل البرنامج رقم 1 ونظهر البروجكت اكسبلورر ونعرض البرنامج رقم 2. لو جينا كده بصينا على الكود، الكود البرمجي هيتكتب داخل الليست بوكس في الحدث اللي اسمه ايه؟ selected indexed index index changed، لما يتغير الدليل الخاص بالعنصر اللي تم اختياره. على طول خزن لي فين؟ على طول خزن لي والله الاندكس اللي هيتم اختياره في الليست بوكس 1 داخل متغير، المتغير ده اسمه اكس. فلو جيت وقفت كده يقول لي الاكس ده ايه؟ بايت. طب السيلكت اندكس از انتجر، يعني بيرجع لي منها رقم صحيح، والبايت نوع من انواع المتغيرات الصحيحه. فهقول له بقى والله اف الاكس، اختبر هذا الاكس، لو كان بيساوي 0 اظهر لي هنا ايه اللي هي في الثلاثة ليبل دول اللي هو البيانات بتاع عدد الأحرف وعدد الأوجه وعدد الرؤوس. أما لو كانت الإكس بتساوي 1 اللي هو المتغير اللي فيه العنصر المختار اظهر البيانات دي، وهكذا لو كان 2 ولو كان 3. وطبعا لو انت ملاحظين ان انا اخترت ان إلس ما تكونش موجودة، لان جملة إلس في ام دي اف بتكون اختيارية، فقلت له اف الشرط الاول الشرط الثاني التالت الرابع ام دي اف نهاية جملة اف من غير ما استخدم إلس، لان جملة إلس اختيارية زي ما قلنا قبل كده. طيب لو جيت اكتب نفس الكود البرمجي باستخدام select case بسيطة جدا، ممكن برضو نعرف المتغير، ممكن نستخدم طريقة ان الاكس بيكون فيه الاندكس المختار، وبرضو بقول له ايه select case الاندكس، او ممكن اقول له list box 1.selected index. سواء قلت له دي او قلت له المتغير، الاثنين نفس المعنى، لان قيمة المتغير هي العنصر الدليل المختار للعنصر داخل الليست بوكس. فالطريقة دي صح في البرنامجين والطريقة دي صح. لو كانت الاكس اللي هو الدليل المختار صفر ارد البيانات بتاع اول عنصر، لو كان الدليل المختار، وبرضو هنا لو انت ملاحظ ختمت بانت سيلكت وما اختارش الجملة بتاع ايلز سيلكت، يعني برضو ما اخترتهاش، انا استخدمتها في المرة الماضية، قلت له كيس ايلز كيس ايلز، استخدمت جملة كيس ايلز، وفي البرنامج التاني لغيت ايلز ولغيت كيس ايلز لانها ما احتجتش ليها، وبالتالي فهي اختيارية يمكنك الاعتماد عليها او يمكنك ان انت تتجاهلها. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.